بعيد. هو انت نازل هاتك 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 يا جدع في حد الناس ليه؟ مش ارضي دي، انت ناقص تنقل الحد عندي في وسط الارض. اتقي ربنا. والله ما كانش عاجبك، اتكل على الله واللي تعمله تعمله واللي يعني عادي بقى. يعني ايه؟ عايز ايه يعني؟ يعني ايه اسيب انا بظبط في الحد؟ حد ده حد يا جدعان، الحد ده 50 سنتي ولا 50 ولا 60، مش عاجبك انقل الارض ولا خدها معاك؟ اخدها معايا؟ اعمل حساب يوم اخرتك، ولا عشان ربنا مديك شويه صحه تيجي عليا؟ اما ربنا موجود يا عم، انا لا باجي عليك ولا باجي على غيرك، انا بعمل في ارضي، انت مالك ومال ارضي؟ فين حقك ايه؟ فين ربنا قال لك الجار اولى بالشفعه؟ مش الجار اولى تلحق حقه؟ تعمل لي بقى قال الله وقال الرسول، انت اصلا يعني بقى بدل ما اخبطك بالفاس انت تخبطني بالفاس يا ولد؟ اخبطك بالفاس. طب والله وما اعبد، لا اجيب لك اصغر عيل من عيالي يلحسك الحد دي كلها. ايه يعني اصغر عيل هيجي لحسن الحد؟ اي ازاي يعني؟ انت بقى بتمد ايدك عليا ولا؟ هو تنضرب كمان انت بتضربني يا ولا؟ انت بتضربني يا ولا؟